وعودة إلى الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. نتحدث عن مصير المغيبين قسرا في العراق. مرحبا بك دكتور. مساء الخير ومرحبا بالمشاهدين. أهلا بك دكتور. دكتور، لماذا تواصل بعثة الأمم المتحدة الصمت تجاه ملف مهم كملف المغيبين في العراق؟ أخي الكريم، البعثة الأممية حقيقة والأمم المتحدة كمنظمة فيها لجان وحقوق الإنسان وكل التشكيلات الأخرى حقيقة لها مهام وعليها واجبات معروفة، لكن مع الأسف الشديد هذه منذ 2003 وحتى اليوم هي تتنصل عن المسؤولية ولم تفعل أي شيء، يعني حقيقة أي شيء يذكر بالنسبة لملفات حقوق الإنسان بشكل عام، ولا سيما ملف المغيبين على أهميته وشموله على العديد من الانتهاكات. يعني تعلم جنابك هذا، يعني المنظمة الأممية مشكلتها أنها يعني حتى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، لا أبالغ إن أقول ينبغي أن تغير الاسم إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة حكومات العراق وليس الشعب العراقي. طيب دكتور، ماذا عن حق عشرات الآلاف من أهالي المغيبين بالكشف عن مصير أبنائهم؟ لماذا فشلت اللجان الحكومية المشكلة بتقديم تقرير رصين ينهي كافة الملابسات؟ أخي الكريم، هذا نعود إلى، يعني تعلم جنابك هذا يعني مسألة تشكيل الأمم المتحدة، وهي يعني بالنتيجة مجموعة من الحكومات، فهي لا تستطيع أن تخرج عن الإرادات السياسية، وهذه معضلة حقوق الإنسان، يعني معضلة عويصة، معضلة حقوق الإنسان في ظل النظام الدولي أنها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالإرادات السياسية والتوازنات الدولية، وهذه مشكلة كبيرة، لأنه بالعودة إلى الحالة العراقية تكون الجهة المعتدية والجهة المنتهكة والجهة التي يعني تسببت بكل هذا هي جهة مهيمنة على المنظمة الأممية، وهي أمريكا طبعا بالشكل الكبير وحلفائها بالنتيجة. لكن هذا هو الأمر، يعني كثير من المخرجات كما ذكرت أنها لم تكن على قدر المسؤولية ولا بالمستوى المطلوب، يعني ملفات كثيرة، ملفات مزدحمة. اليوم يعني أكرر أنه حتى الحقوقيين لم يعودوا يعني يتطلعوا أو يطمحوا بشيء بقدر ما يريدون إيقاف الانتهاكات في العراق. نعم. طيب، من الناحية القانونية دكتور، هل يجوز تبديل صفة المغيبين قسريا إلى المغدورين؟ لماذا يصر رئيس مجلس النواب على تحويل الملف إلى هذه النقطة؟ إلى أي مدى يتحمل مسؤولية ذلك في ظل التكتم عن مصير آلاف المغيبين؟ أحسنت، هذا الحقيقة يعني مسألة مهمة. تبديل الصفة من المغيبين إلى المغدورين، وكما ذكرت الإصرار على هذا التبديل خلال المقابلة التي جرت، فهذا يعني أنه وهو نفس الشخص، هو نفسه مسؤول عن ملف المغيبين تحديدا هو بالذات، لكن هذا يؤكد أن طبعا هذا الاعتراف جاء بسياق سياسي، لكن فيه الفائدة القانونية أنه سيتحمل مسؤولية كبيرة، تترتب الكثير من الإجراءات القانونية على تغيير هذا الصفة، تبديل الصفة هذه. طيب، هنا يعني دكتور، من وجهة نظرك من الذي يحاسب هؤلاء؟ يعني على سبيل المثال النواب الذين ينتمون إلى أو محسوبون هم على المناطق التي ينتمي إليها المغيبون قسريا، سنة السلطة، شكلوا لجان حقوقية في البرلمان، شكلت هذه اللجان في البرلمان ولكن لم تؤدي دورها،
من الذي يمكن أو من الذي يحاسبها؟ من الممكن أن يحاسبها؟ طبيعي بالدرجة الأولى يجب أن يحاسبها الذي قام بانتخابها حقيقة، يعني هذه نحكي بالمرتبة الأولى. لكن هو موضوع المغيبين مع الأسف الشديد في العراق هو موضوع مهمل، إهمال ممنهج، لأنه تعلم جنابك أنه التغييب القسري الجهة المتورطة به هي الحكومة ومن مع الحكومة من جهات أخرى مرتبطة فيها. لذلك ليس من مصلحة أحد أن يتم إثارة هذا الموضوع بجدية أو إيجاد يعني حله، لأنه الجميع متورط بهذا الموضوع. بالنتيجة المرتكب بالمباشر والذي أوعز بذلك والساكت عن الموضوع الكل هم الجميع مشترك بهذه الجريمة. شكرا جزيلا من عمان، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، شكرا لكم.